وافق مجلس الشورى خلال جلسته والتي عقدت برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس على التعديلات التي أجراها مجلس النواب على مشروع قانون بإصدار قانون الصحة العامة نظرا لأهميته البالغة في تطوير القطاع الصحي. يأتي ذلك فيما وافق على مشروع قانون بتعديل المادة 30 من المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية على أن يؤخذ الرأي النهائي بشأنه في الجلسة القادمة.